إذاعة زدني العلمية تقدم. رضي الله عنه قال: لأن قد يقبل من صاحب الباطل كثير من باطله لأنه قال تمره بحق. هذا لا يدل على أن أهل الباطل كل ما يقولونه 100% باطل، لكن نقول دع الباطل وأهل الباطل وإن قالوا بالحق، فما قالوا من الحق هو عندنا أصلا، وما عندهم من باطل نحن عنه في غنى. واضح؟ ولو عيد: دع الباطل وأهل الباطل، فما عندهم من حق هو عندنا أصلا، وما عندهم من باطل نحن عنه في غنى. ولذلك تجد البعض يقول: اقرأ اقرأ، فما وجدت من حق اقبله، وما وجدت من باطل فرده. وما يدريك أنك أخذت الباطل تظنه حق. ما هي دلالات معرفة الحق من الباطل عندك؟ ما هي موازين الفرقان أن تعرف هذا كلام أولياء الرحمن أم شقشقة أولياء الشيطان، حتى يكون عندك فرقان تميز به بين الحق والباطل؟ وأنت لا تزال حديث عهد بإسلام، أو جديد في استقامة، أو جديد في معرفة الأدلة، فإذا بك تخوض أمور يتوقف عنها الكبار وأنت تخون فيها الغمار. اعرف قدرك والزم غرز العلماء، واسلك سبيل التوحيد والسنة، وإياك وبنيات الطريق فتتبع أهل الأهواء والبدع، تظن أنك على شيء وأنت تتخبط في كل شيء. احذر أن يقودك دعاة الباطل. يأتينا من يقول الجماعة الفلانية فيها خير والجماعة الفلانية فيها خير، ومن قال لك أنهم شياطين يمشون على الأرض؟ كل فيه خير وفيه شر، لكن ما فيه من خير أليس مخلوط بالشر؟ إذن عليك بما فيه خير محض، ودع منك الشر كله، كل الشر اتركه. أنت الآن تمارس في دنياك ما تنتقي فيه الخير وتترك الشر. لو ذهبت الآن تبي تشتري لك شيء، برتقال، تفاح، طماط من السوق، وباعك راعي الصندوق، وش بتقول له؟ عطني ولا بتتنقى؟ ولا جاك الصندوق خربان، وش بتقول له؟ شل الخربانة وخل الصاحية، ولا انت بتنقى؟ تنقى الزين بتخلي الشيء. هذا البطنك، ما انت ماخذ الصندوق بعلاته وتقول لما نجيت البيت برمي الخربان وباخذ الزين، صح ولا لا؟ هذا البطنك. ومن فعل هذا في الناس من غشنا، فليس منا، هذا في البر والطحين، فكيف من يغش الناس في الدين؟ هذا في البر والطحين. قال النبي: من غشنا فليس منا. فإذا أتيت في أمور دينك تسمع داعي من دعاة البدع وتقول: اللي عنده من الخير بأخذه، واللي عنده من الشر بخليه، وأنت وش يدريك إنه قال خير ولا شر؟ ألا تعلم أن الفتن والشبه خطافة؟ عمر بن الخطاب لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في يده نسخة من التوراة، هل التوراة كلها باطل؟ حرف بعضها، لكن الباقي والمحرف هل نعلم ما هو الذي حرف والذي بقي؟ لا. ماذا قال له؟ قال: خذ منها ما فيها خير وترك ما فيها من شر يا عمر. قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب، وقد أتيتكم بها بيضاء نقية؟ لو كان فيها خير ما ظلوا. هل تعون هذا الكلام؟ قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني أنت في شك من أمرك لما تأخذ من هذه النسخة. ولذلك قال أهل العلم: يقال في كتب أهل البدع كما قال النبي في نصحه لابن الخطاب. عليك بكتب السنة وأهل السنة، ارجع للبخاري، ارجع لمسلم، ارجع لدواوين العلماء المعروفين، واترك من قيل فيه وقد قيل. هذا في الأكل، في الشرب ما تأخذ لك معون تشك وش هو فيه، ولا تشتري لك بضاعة أنت ما تدري وش هي عليه،
هذا في بيت لو سألت وقال لك هذا البيت فيه وهذا البيت زين، فاختلف في مدحه وذمه، هملت رحت شريت لك بيت ثاني. مرة تبي تتزوجها وذكروها بسوء ولا ذكروها عندها بس عندها وعندها، أنت تبي وهي أنثى في زواجك تنك في بطنك وفي مسكنك، سيارة بتشتريها لابد وتروح تسوي فحص وتسوي لها، دينك تخم من أي واحد أنت تسمع، من أي كتاب أنت تقرأ، وهو دينك بينك يوم القيامة. لذلك ماذا قال السلف الصالح؟ إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. يأخذ الدين ممن يعرف منه الدين. ولذلك انتبه عمن تأخذ دينك، من هو منه؟ من أهل العلم الذين عرفوا بالعلم وبتلقي العلم، عمن قبلهم من أهل العلم، عمن قبلهم، كما قال سلمان الفارسي: لا يزال الناس بخير. وارجعوا لهذا الحديث في مقدمة الدارمي، قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عمن قبلهم، لا يزال الناس بخير ما أخذ الأول عن الآخر، فإذا هلك الآخر فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس، لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل الآخر هلك الناس. يعني ما فيه تسلسل في العلم، انقطع. ما عندنا هكذا طالب علم أو شيخ يطلع فجأة طالب علم شيخ هكذا، لابد معروف بعلمه وتعلمه، عمن تلقى عمن تعلم. واليوم الحمد لله مجالس العلم موجودة وجامعاتنا وأمورها وأشياءها. انتبه، فتلقي العلم من الأمور المهمة. ولذلك ما كل من جلس يجلس له، ولا كل من كتب يقرأ له، ولا كل من تكلم سمع له. هذه مهاوي الردى الثلاث، وظل الناس بها، فمن جلس جلس إليه، ومن تكلم سمع له، ومن كتب قرئ له. لكن ليت شعري، ما الكتابة التي قرئت؟ وما الحديث الذي دار؟ وما المجلس الذي جلس؟ فكان السلف يعتنون بهذا. ففي الكتاب قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن الخطاب، المتهوكون ابن الخطاب، انتقوا الكتب الجيدة. في المجالسة لا تجلس، يقول ابن عباس: إياكم ومجالسة أهل الأهواء والبدع، فإنها ممرضة للقلوب، إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. ها؟ تشك. إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. هذا في المجالسة. في السماء كانوا لا يجعلون مجالا لحديث هؤلاء، ولا يجلس لهم، ولا يجلس لهم، ولا يستمعون منهم. ابن سيرين أتاه رجل يريد أن يقرأ عليه من القرآن، قال: لا أسمع منك، ووضع أصبعي في أذنيه، ما أسمع منك. فلما سئل، وهو ابن سيرين من كبار العلماء وتابع التابعين، قال: إني أخشى أن يقول كلمة فيقذف الله في قلبي تلك الشبهة، أو يمرر علي ما يريد، أو هكذا قال. تبهوا، هذه أمور مهمة. ولذلك ذكر هنا: فيأتي مسترق السمع فيأخذ الكلمة، أي كلمة حق، فيضيف لها 100 كلمة من الباطل، فتقبل الناس 100 كلمة من الباطل، لأنه قال تلك الكلمة التي سمعها من مسترق السمع فنقلها إليه، فتقع. فيقول الناس: ألم يقل كذا وحصل كذا، فينسون 100 باطل. وهذا دليل على أن أصحاب الباطل يمرر 99% من الباطل والكذب والزور، ويصدق في 1. كفانا الله وإياكم شرهم. نعم.